بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. سوف نتحدث اليوم عن أسلوب التعجب، وكما قلنا تتعجب العرب من الشيء الذي بلغت فيه الصفة منتهاها بطريقتين. هناك طريقة سماعية يعني ليست قياسية، مثلا عندما نقول إذا شاهدنا شاعرا مبدعا نقول لله دره شاعرا، كيف تكفرون بالله؟ لاحظوا هذه الآية صحيح استفهام لكنها على صيغة التعجب، وكنتم أمواتا فأحياكم. سبحان الله المؤمن لا ينجس، يا لجمال السماء عند الغروب. أما الطريقة الثانية هي القياسية ولها وزنان، إما أن نقول ما أفعله أو أفعل به، أفعل به أو أفعل به، تمام؟ الآن إذا تحدثنا عن صيغة ما أفعله فنقول مثلا ما أجمل السماء، تمام؟ لاحظوا ما أجمل السماء. لو أتينا للإعراب ماذا نقول؟ ما التعجبية ماذا؟ مبتدا. أجمل فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر، والسماء مفعول به منصوب. طب الآن إذا قلنا ما التعجبية مبتدا، أين الخبر؟ الجملة الفعلية كلها خبر، تمام؟ طيب الآن هناك فرق في الجملتين بين ما أجمل السماء وما أجمل السماء. عندما سألت ابنة أبي أسود الدؤلي، سألت أباها، كانت تجلس معه في الليل، فقالت ما أجمل السماء، هي قالت ما أجمل السماء، فماذا قال والدها؟ نجومها، ظنها تسأل. نعم، قالت يا أبتي ما أردت الاستفهام إنما أردت التعجب، فقال إذا أردت التعجب قولي ما أجمل السماء. لكن انتبهوا نقطة مهمة جدا، وهذه ممكن تأتي في الامتحان، فرق الإعراب. الإعراب يختلف ما بين ما أجمل السماء وما أجمل السماء. ما أجمل السماء قلنا ما التعجبية مبتدأ وأجمل فعل وفاعل ومفعول به. ما أجمل السماء الاستفهامية تعرب خبر مقدم، تعرب خبر مقدم، وأجمل مبتدأ مؤخر وهو مضاف، والسماء مضاف إليه. أعيد مرة أخرى، ما أجمل السماء ما تعجبية ما الاستفهامية هنا تعرب ماذا؟ خبر مقدم. ما الاستفهامية خبر مقدم يا طلاب إربع، تمام؟ وأجمل مبتدأ مؤخر مرفوع وهو مضاف، والسماء مضاف إليه مجرور. نعم نعم، غير موجود لكن لابد أن نعرفه. غير موجود لكن لابد أن نعرفه، تمام؟ تمام يا رولان؟ لا، هذه النقطة فقط، هذه النقطة بالذات، هذه النقطة ركزي عليها، أن تفرقي بين صيغة الاستفهام وصيغة التعجب في هذا الموضوع، مهمة جدا، موجود في التدريبات، تمام؟ طيب الطريقة الأخرى أفعل به، هذه كلنا نتذكر قول الشاعر ألا حبذا صحبة المكتب وأحبب بأيامه أحببي. هنا استخدم صيغة التعجب وهي الطريقة الثانية، أفعل به، تتكون من فعل التعجب والباء والمتعجب من أجمل بالسماء. طب أجمل فعل ماذا؟ هو فعل، هي من أجمل، أجمل هو جاء على صيغة الأمر لماذا؟ للتعجب. لذلك نقول فعل ماضي جاء على صيغة الأمر للتعجب. الباء زائدة في السماء اسم مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه فاعل. بنعيدها مرة أخرى، أجمل بالسماء، أجمل فعل ماضي، فعل ماض جاء على صيغة الأمر للتعجب، الباء زائدة يعني كأنها غير موجودة، والسماء هي أصلها السماء لكن بسبب الباء أصبحت السماء مجرورة لفظا
مرفوعة محلا على أنها فاعل. تمام؟ تمام. أنا إن شاء الله قريبا راح أنزل امتحان التجريبي. تمام. طيب. في أي سؤال على تعجب؟ هو إذا طيب نأتي الآن لآخر موضوع في النحو. آخر موضوع في النحو وهو أسلوب المدح والذم. نعم بسبب الحركة هي زائدة لكن تجر. هي فاعل مجرور لفظ مرفوع محله صح. ايه الحركة الكسرة أجمل بالسماء الحركة الكسرة. نعم لكن فاعل مجرور لفظا مرفوع محل. تمام على أنه فاعل يعني ما حط يعني ما يقولش مش معقول أقول بالسماء وفي عنا حرف جر فبقول بالسماء بس أنا بكون إيه مفهومة ضمن. نعم ماشي بعتبروها زائدة. طيب والله بربط معاي انتم دكتور. تمام تمام طيب. الان ناتي لاسلوب المدح والذم وهذا اسلوب يعبر به المتكلم عن مدحه او ذمه لامر على جهه المبالغه. الافعال التي نستخدمها في المدح هي نعمه حبه وحبذا. ليس بعد لكن انا اطلعت على الواجبات هيك يعني بدون ما افتحهم يعني مبين انه اموركم احسن يعني بس بدون ما اشوفهم ان شاء الله. تمام افعال الذم بئس ولا حبذا. فإذا جاءكم سؤال في الامتحان يا رولا بئس الجزاء النار هذه مدح ولا لم؟ ده هيك الأسئلة. Easy like cake. نعمة ثواب الجنة مدح ولا لم؟ وهكذا أسلوب المدح يتكون أسلوب المدح من فعل يراد به المدح أو الذم يكون على صيغة الماضي فاعل ومخصوص بالمدح والذم. يعني في عندنا فعل في عندنا فاعل في عندنا مخصوص بالمدح والذم. نعم انتم الان درستم نعمة راح نمر عنه سريعا. نعمة الخلق الوفاء هذا كان الواجب صحيح. الان نعمة فعل ماضي مبني على الفتح والخلق فاعل مرفوع بالضمة والجملة الفعلية في محل رفع خبر والوفاء مبتدأ مؤخر. بئس الرفيق الخائن نفس. تمام بئس فعل لأسلوب ماض مبني على الفتح والرفيق فاعل وبئس الرفيق في محل خبر مقدم والخائن مبتدأ مؤخر. يعني هي أصلها الوفاء نعم الخلق الخائن بئس الرفيق. تمام طيب الان حبذا. حبذا طبعا هذه لها عده اعرابات لكن نحن سنلتزم بالاعراب الموجود في الكتاب. تمام حبذا الجنه كيف قال الشاعر في غزوه مؤته يا حبذا الجنه واقترابها طيبه وبارد شرابها. الان حب وحبذا. تمام إذا أعربناها حب ودا هذا أول إعراب بنقول حب فعل ماضي مبني على الفتح وذا فاعل مرفوع والجنة بدل. تمام الجنة إيه بدل. لا حب ذا النار لا أداة نفي وحب فعل ماضي وذا فاعل مرفوع والنار بدل. خلينا ملتزمين بهذا الإعراب حتى ما نتلخبط. في لا مش مطلوب. لا خلاص دائما
بدأ. نعم. يا حبذا جبل الريان من جبل، وحبذا ساكن الريان من كان، وحبذا نفحات من يمانية تأتيك من قبل الريان أحيانا. تمام؟ الآن أنهينا القواعد وسننتقل إلى موضوعات في الكتابة وهي مهمة جدا ومهمة في حياتنا اليومية، خاصة عندما نكتب الرسائل في الواتساب أو الرسائل أو الواجبات. نجد كثير من الطلبة يخطئون في الإملاء وفي الهمزات. تمام؟ يعني الآن قواعد الرسم الكتابي، يعني مرة أحد الطلبة قام بعمل واجب بحث عن أخطاء الطلاب أو أخطاء التلاميذ الإملائية. تمام؟ طبعاً الصفحة الأولى اللي سلمني إياها كان فيها 5 أخطاء إملائية. هذا طبعاً لأنه في كثير أخطاء. أيوة بالضبط. الآن إحنا بدنا نقسم موضوع الهمزات. أولاً سنبدأ بالهمزات، سنأخذها في هذه المحاضرة والمحاضرة القادمة. اليوم سنأخذ الهمزة في أول الكلمة، وإن استطعنا أن نأخذ في وسط الكلمة، والأسبوع القادم نأخذ في آخر الكلمة. الهمزة في أول الكلمة إما أن تكون همزة وصل أو قطع. همزة وصل أو قطع، في كلا الحالتين يوجد ألف، لكن إذا وضعنا الهمزة أ أو إي هذه قطع، إذا ما وضعنا الهمزة إذن هي وصل. إذا وقعت الهمزة الوصل، بقول على الوصل في بداية الكلام، في بداية الكلام تلفظ ولا تكتب الهمزة اللي هي الإ، يعني هاي هاي بحكي عنها، لكن الألف تبقى موجودة. طب لماذا أنا ببدأ بلفظ هذه الكلمة في كلمة اهتمام؟ لاحظوا اهتمام، لأن العرب لا تبدأ بساكن، لا أستطيع أن أقول اهتمام، واضح؟ فذلك قلت اهتمام. أنا لفظت الهمزة، لاحظوا إيه لفظت الهمزة لكن أنا ما كتبتها، وأنا بقصد بالهمزة اللي هي رأس العين، رأس العين سنتحدث عنها في بعد قليل. أما إذا وقعت همزة القطع في بداية الكلام فإنها تكتب وتلفظ. أعمل، أستطيع، أدرس، هنا نضع الهمزة على الألف. تثبت نطقا وكتابة في بداية الكلام، هذه إيه؟ همزة الوصل في بداية الكلام منثبتها في النطق وفي الكتابة الألف فقط. تمام؟ وتسقط نطقا عند وصل الكلام وتثبت في الكتابة وتسمى ألف الوصل. تمام؟ الآن كلمة انتصر، انتصر، لكن ضعوا معها واو سقطت الآن. طبعا سميت كذلك تسقط وسط الكلام فيصبح ما قبلها متصلا بما بعدها. استغفر ربك واستغفر، لاحظوا من الواو انتقلت مباشره الى حرف السين واستغفر. تمام؟ وقلنا لكم ان العرب لا تبدا بالساكن. طبعا للقاعده السهله التي نعرفها للتمييز بين همزه الوصل وهمزه القطع قبل ان ندخل في القواعد القياسيه هي أن نضع قبل الكلمة حرف الواو، فإذا خرجت معنا في النطق فهي قطع، وإذا لم تخرج في النطق فهي وصل. الآن مثلا كلمة استخدم، انتصر، طيب انفاق وانفق، إذا وإذا، اللغة واللغة. طبعا للتعريف هذه هو قاعدة، للتعريف قاعدتها دائما همزة وصل. اللغة، الجامعة، المدرسة، البحث، الواجب، كلها همزتها همزة وصل. طيب الآن مواضع زيادة همزة الوصل، تزاد همزة الوصل في الأفعال وهو الأصل، وتزاد في الأسماء، وتزاد أيضا في حرف واحد وهو للتعريف بالنسبة للحرف. الآن في الأفعال، أمر الفعل الثلاثي
نضع له همزة وصل. تمام؟ الآن مثلا ضرب يضرب مضارع، ما فعل الأمر؟ اضرب، اضرب همزتها همزة وصل. الآن هناك فرق بين اضرب وبين أضرب. مضارع، لاحظوا في فرق. مثلا ابحث مثلا عن الكلمة المفقودة، ابحث فعل أمر، أبحث أنا، واضح؟ تغير، ابحث فعل أمر مبني على السكون، أبحث فعل مضارع مرفوع. تمام؟ ماضي الخماسي، انطلق ينطلق انطلق، شيكس بيستون انطلق، اجتمع يجتمع، اتقي اتقي واتقي. نعم، ماضي اتقي أصل اتقى، يتقي اتقي. طيب السداسي أيضا، استخرج يستخرج أخرج أو استخرج، ما أن يطمئن اطمئن. نعم هذه استخرج، هاي هو الآن أصبحت المادة أسهل. هاي خفضنا الصوت. تمام، مثل فاعف عنهم واستغفر لهم. تمام، هذه الأفعال اللي قلنا عنها تزاد زيادة قياسية. تمام، زيادة همزة الوصل في الأسماء، هناك زيادة قياسية وزيادة سماعية. مثلا مصدر، احنا كنا نحكي على الفعل، الآن نحكي على مصدره. مصدر الخماسي انطلاق، انكسار، اجتماع، اعتذار، هذه همزتها همزة وصل. تمام، مصدر الفعل السداسي استخراج، صار الآن الفعل الأصل. تذكروا هون احنا ايش كنا نتكلم هون، لاحظوا كنا نحكي ماضي السداسي وأمره وضيفوا عليه مصدر، عرفتوا علي؟ ضيفوا المصدر عليه. الآن زيادة الألف سماعا، كلمة اسم هاي لها زيادة سماعية، ابن، ابنة، هي أصلها بن، بن أصلا مش تشتري قهوة من بن العميد، بن بن تختلف عن بن طبعا، انتبهوا. ابنة، امرؤ، امرأة، اثنان، اثنتان. طبعا ما سبب زيادة الهمزة؟ تحدثنا عنهم قبل قليل، أننا لا نبدأ بساكن فأضفنا هذه الهمزة. وطبعا المثنى مثل المفرد، اسم اسمان، ابن ابنان، ابنة ابنتان، امرؤ امرآن، امرؤان، امرأة امرأتان. تمام، أما إذا ذهبنا للجمع أصبحت قطع، اسم اسمان، ما جمعها؟ أسماء. طبعا هنا صار إيه؟ مثلا لو أخذنا ابن ابنان أبناء، صارت قطع، قلنا شو السبب. الآن لاحظوا هذه أمثلة على همزة الوصل، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء، تبارك اسم كل ابن أنثى. طبعا سنأتي في الدرس القادم متى تحذف الألف من ابن ومتى تبقى. ابن آدم اثنتين. نعم، الحرف قلنا الحرف للتعريف دائما همزته همزة وصل. تمام، الآن هناك قاعدة، همزة الوصل مع بعض الأحرف، نركز قليلا، تحذف هذه الهمزة بعد إذا سبقت في كلمات فيها فاء أو واو. تمام، أو جاءت بعدها همزة من أصل الكلمة. الآن فأتي، فأتي إيش أصلها؟ ائتي، في همزة وصل في همزة قطع، فلما أضفنا الفاء حذفنا همزة الوصل. تمام، مثل وأمر، في أصلها وأمر، أؤمر، يعني أؤمر، في همزة وصل وفي عندك همزة ساكنة، أؤمر، هيك الأصل تنتين يعني.
فبسبب الواو قلنا وأمر، حذفنا همزة الوصل. أيوة يا رولا. وصل، لكن تذكري أنه همزة الوصل في بداية الكلام تلفظ لكن لا تكتب. أنا بحكي عن الهمزة يعني رأس العين، رأس العين هذه، هذه هي الهمزة. هل اللي بقول متى نثبتها ومتى نحذفها؟ أما الألف فتبقى إلا أنها تحذف هنا إذا جاءت بعد الفاء أو الواو أو بعد الاستفهام. اتخذ، اتخذ، تمام، هي أصلها اتخذ، طلع أصلها اتخذ، اتخذ، استغفر، استغفر، تمام. فأنا بعد الاستفهام بحذف همزة الوصل أيضا، تمام. هاي سؤال، في حدا فاهم؟ فاهمين ها؟ تمام. طيب الآن في نقطة مهمة جدا، لو أردنا أن نكتب كلمة مثلا اللغة، كلمة اللغة، 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 ألف لام لام، إذا أضفنا لها حرف جر صارت للغة. كم لام صار في عندنا؟ ثلاث، فتحذف لا بسبب توالي ثلاث لامات نحذف واحدة منها. فكلمة اللغة إذا أضفت لها حرف الجر فقط احذف الألف. عرفتوا كيف؟ الحق، الحق، لاحظوا في ألف إنه الأصل إيه؟ للحق، تمام؟ هاي تحذف بعد لام الابتداء، للحق، هنا شلنا الألف. هذه قاعدة ثانية، عفوا أنا تحدثت عن قاعدة أخرى. الآن كلمة الحق نعيد، بعتذر، تكلمت عن قاعدة أخرى سنأتي لها بعد قليل. الآن كلمة الحق إذا أضفنا لها لام الابتداء نحذف همزة الوصل، نقول للحق، راحت الألف، تمام؟ أو حرف الجر، وإذا قلنا للحق يعني إما للحق، هاي لام الابتداء، لعبد مثلا هاي لام الابتداء، أو للحق لام الابتداء، للحق هذه لام الجر. في كلا الحالتين نحذف همزة الوصل، تمام؟ البسملة أيضا تحذف فيها هذه الهمزة، هي أصلها بسم الله يعني مع ألف، لكن لكثرة ترددها حذفت. هذه فقط الألف تحذف فقط في بسم الله الرحمن الرحيم، أما لو قلت بسم ربك، بسم الرحمن، لا تحذف، تمام؟ لا لا. طيب الآن تحذف همزة الوصل من ابن إذا وقعت بين علمين، تمام؟ الثاني أب للأول، فهمتوا علي كيف؟ أيوة، تمام. الآن اللغة، طيب دقيقة، نعود لقاعدة اللغة. الآن اللغة في ال التعريف في لها الألف، هاي الألف همزة الوصل، إذا أضفنا لها حرف الجر نحذف الألف تصير للغة. نعم، أنا بحكي قلت في لام الابتداء وحرف الجر، إذا أضفنا لها لام الابتداء أو حرف الجر بتصير للغة، بشيل الألف، بحذف الألف فقط، بس هاي هي القاعدة. الآن محمد ابن عبد الله، هنا تحذف الألف، لكن كما ورد معنا قبل قليل في بداية الكلام تبقى الألف، وإذا كانت سنأتي لها، سنأتي لابن في درس آخر. بعد النداء يقال أنها تحذف همزة الوصل، يا ابن الكرام، يا ابنة الكرام، هنا ممكن أنك أنت تحذف الألف. طيب بين علمين وبعد النداء تحذف الألف، بالضبط. الآن همزة القطع، همزة القطع هاي تثبت في الكلام وفي الوصل
وفي ابتداء الكلام وفي وسطه. وقلنا سميت همزة قطع لأنها ينقطع بها ما قبلها عما بعدها عند النطق بها، وتسمى همزة الفصل يشار لها برأس العين، وتسمى العين البتراء، البتراء تمام. وتثبت في الأسماء والأفعال والحروف. لاحظوا حرف العين كأنه أخذنا منه الهمزة فقط. مواضع زيادة همزة القطع في الأفعال الرباعية: الماضي والأمر، أكرم، يكرم، أكرم، إن أحسنتم أحسنتم، وإن أسأتم فلا. ألف المخبر عن نفسه أعلم، لاحظوا أعلم، لكن اعلم هاي همزة إيش؟ وصل. واعلم، لكن هاي أعلم، إني أعلم ما لا تعلمون. أحسنت. الفعل الماضي الثلاثي المهموز: أخذ، أمر، أكل، تمام، أذن. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. ومن هو؟ لا يشفع الشفاعة لواحد يوم القيامة، الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا هو الذي يتكلم هو الرسول عليه الصلاة والسلام، تمام. هذه طبعا القواعد القياسية. أما بالأسماء فأسماء الأشخاص والأشياء: أخ، أخت، أبيات، أحمد، مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، هذا سيدنا عيسى عليه السلام، تمام. وتثبت أيضا في مصادر الثلاثي المهموز ومصادر الأفعال الرباعية: أكل، إذن، إكرام، إرسال، تمام. المصادر هذه تثبت فيها. بالأدوات، في الأدوات الأحرف، الأحرف جميعها نضع ماذا؟ نضع همزة قطع إلا في أل التعريف: إن، أن، إن، أن، أم، أما، إلى آخره، تمام؟ أما أل التعريف فدائماً همزتها همزة وصل. لام القسم، لام القسم، الآن لاحظوا: أسعى، لأسعين، تبقى ثابتة. لام الجر تبقى ثابتة، ولام الابتداء تبقى ثابتة، باء الجر أيضا تبقى ثابتة، يعني ما بنحذفها بعد هذه الأمور، تمام. الله يعطيكم ألف عافية. طيب خلينا نأخذ همزة وسط الكلمة. طلاب إربد في سؤال؟ يعطيك العافية. كل شيء تمام؟ الحمد لله. طلاب إربد؟ الحمد لله تمام. شكرا دكتور. أي سؤال؟ شكرا دكتور، يعطيك العافية. تمام. طيب نكمل، نكمل. الهمزة في وسط الكلمة، طبعا احنا بنقول الاصل ان نقول الهمزة وسط الكلمة. ما الفرق بين وسط بتسكين السين ووسط بفتح السين؟ وهي غاية. طيب من الآية راح تعرفوا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الوسطة أشياء بالفكر بالمعاني، نعم، أما الأشياء المحسوسة وسط، وسط الشارع، السكون الأشياء المادية، أما الوسطة في الأشياء المعنوية، تمام. الوسط، وسط بتسكين السين، نستخدمها مع الأمور المحسوسة المادية. هاي معلومة يعني مش راح تجي بالامتحان، بس احتمال، احتمال يجي سؤال خاص لرولا السريان يعني. هو هاي. أما وسط، وسط فهذه الأشياء المعنوية. طيب الآن هذه الشاشة مهمة جدا، هذه الشاشة مهمة جدا، لأن كتابة الهمزة تعتمد على ماذا؟
الموازنة بين حركتها وحركة ما قبلها. طبعا أهل اللغة اعتمدوا أن الكسرة أقوى الحركات، يعني بلغتكم أقوى نوع، تمام؟ بعد ذلك الضمة، بعد ذلك الفتحة، وآخر شيء يعني لو جاءك سؤال أقوى الحركات هي ماذا؟ لا، الكسرة. أضعف الحركات يلي الكسرة بالقوة، يلي الضمة بالقوة. هاي الأسئلة. صح صح. ما كانوا فاهمين. هلا فهموا ان الانثى اقوى من الرجل. كانوا يفكروا العكس. طيب، اقوى الحركات الكسره، يليها الضمه، فالفتحه ركزوا عليها هاي المعلومه. طيب، يعني لو اجينا مثلا قلت لكم كلمه سؤال، انا الان بدي بس نفهم ما معنى انه اقوى الحركات. سؤال، الان الواو عليها فتحه، السين الحرف اللي قبلها عليه ضمه، طب على ماذا كتبت الهمزه؟ لماذا؟ لان الضمه اقوى من الفتحه. واضح؟ فهمتوا كيف القاعده يعني؟ لا؟ طيب بعيدا. الان مثلا كلمه سؤال، سؤال الاصل انها تكتب على واو، تمام؟ وهي عليها فتحة. طب ما احنا بنحكي اذا كتبت على، اذا كانت الهمزة مفتوحة تكتب على ألف، طب هنا كتبتها على واو ليه؟ الحرف اللي قبلها عليه ضمة، والضمة حسب القوة أقوى من الفتحة، فتكتب على واو. سنأتي لها الآن. الآن تكتب الهمزة على ألف، درسنا سينقسم إلى ثلاثة أقسام: الهمزة على ألف، الهمزة على واو، الهمزة على نبيرة. إذا في وسط الكلمة إما على ألف أو على واو أو على نبيرة. تكتب الهمزة وسط الكلمة على ألف إذا كانت مفتوحة وما قبلها مفتوح، مثل سأل، سأر، أو مفتوحة وما قبلها ساكن، مسألة. طب هون ليه كتبت على ألف؟ يا سلام، ساكنة وما قبلها مفتوح. نعم، ف هاي هيك انهينا الهمزة على ألف. ممكن يجيك سؤال سبب كتابة الهمزة سأل على ألف، ألف مفتوح ما قبلها مكسور، مكسور ما قبلها مفتوح، مضموم ما قبلها إلى آخره. تمام. طيب الهمزة على واو إذا كانت ساكنة وما قبلها مضموم، مثل مؤمن. إذا كانت مفتوح ما قبلها مضموم، سؤال يؤجل، أو مضموم ما قبلها ساكن. طب بمناسبة ما بدهم حفظ هذول النقاط، أنت فقط شاهد الكلمة من غير حركات لازم تعرف. هاي سؤال مش محركة، كيف عرفتوها؟ طيب رؤوس مثلا، رؤوس مضموم ما قبلها مضموم. طيب هناك حالات خاصة في كتابة الهمزة على واو، ركزوا معي. إذا اجتمع واوان، الواو الأول كلمة، واو الثانية واو الهمزة، فبنكتب الثانية على السطر، وضوء أه، وضوء أه، إذا كانت منصوبة وضوء أه، تمام؟ إذا جاءت الهمزة مفتوحة بعد واو في وسط الكلمة أيضا تكتب على السطر، ضوء أه. طيب إذا أصلاً بعضكم تعرف تكتبون، إذا اجتمع واوان وسبقت واو الهمزة واو الكلمة فبنكتب واو. فهمتوا علي؟ نعيد مرة أخرى. آخر واحدة هي السهلة، إذا سبقت الهمزة الواو، واو الهمزة واو الكلمة فبتكتب على واو، بصير في عندنا كم واو؟ واو. اما اذا كانت واو الكلمه قبل واو الهمزه فبنكتب الهمزه على السطر. لا مش شرط، خلص بتعرف يعني. تمام.
لا هنا بدك تعرفي انه مثلا رؤوس كتبت واو وواو لانه الواو الاولى هي واو الهمزه. ضوءه الواو كتبت على السطر لان الواو الاولى هي واو الكلمه وليست واو الهمزه. تمام. طيب الان متى تكتب الهمزه على نبيها؟ تمام. اذا كانت ساكنه وما قبلها مكسور مثل ذئب بئس زئبق. تمام. اذا مكسوره وما قبلها مكسور قارئين مئين ناشئين. اذا كانت مضمومه وقبلها مكسور هنا يظهر قوه الحركات. هنا تظهر قوة الحركات. إذا كانت مضمومة وما قبلها مكسور مئون الأصل أكتبها عواو لكن بسبب أن الكسرة أقوى من الضمة فكتبت على نبرة. يبتدئون كتبت على نبرة. ناشئون على نبرة. إذا كانت مفتوحة وما قبلها مكسور مثل فئة رئة ناشئة. إذا كانت مكسورة مثل تطمئن رئيس ضئيل. إذا كانت مكسورة ما قبلها ساكن مثل أفئدة أسئلة الرائد. تمام؟ نعم ممتاز. تمام. يعني نحاول أن نقرب. طبعا هناك بعض الحالات بسموها حالات شاذة في كتابة الهمزة. إذا سبقت الهمزة بياء فإنها تكتب على نبر مثل بيئة سيئة بيئة بيئة. هذا بذكر وأنا كنت أدرس طلاب صغار صف رابع أعطيتهم قاعدة كان لهم قواعد الهمزات أظن رابع أو سادس الكلام قديم أظن سادس. نعم كانت القواعد هذه في الصف السادس والطلاب في عمان الغربية طلاب مدن يعني. فبقول لهم إذا سبقت الهمزة بياء فتكتب على نبرة مثل كلمة بيئة سيئة مثلا. فطلبت منهم يعطوني أمثلة فأصبح يقول يا أستاذ حديئة مسيئة تمام. الآن إذا أضيف الظرف إذ فإن الهمزة تكتب على ياء. هذه مهم نعرف كيف تكتب. حينئذ وقتئذ يومئذ آنئذ. يعني حينئذ يا عائشة مش بنون. طيب نعم الهمزة وسط الكلمة على السطر. تمام. يلا آخر صفحة نحكي فيها. تكتب الهمزة وسط الكلمة على السطر إذا جاءت مفتوحة بعد ألف مثل تفاءل قراءة تساءل عباءة. أو إذا جاءت مفتوحة بعد واو مد. إذا بعد ألف المد واو المد تكتب على السطر مقروءة مروءة جاءوا. لاحظوا جاءوا ما تكتب على واو. احنا بنكتبها عواو لكن الصح لانها جاءت بعد ايش؟ بعد واو مد. لا لحظه هاي تنقل لفوق يعني جاء بعد الف. هاي جاءوا بعد الف يعني هاي تنقل هنا يعني. ما بحكي على واو الجمع انا بحكي على الهمزه هاي تاتي هنا ايوه بعد الالف. تمام. لا طيب نقطة مهمة آخر نقطة مهمة جدا. وتكتب إذا كانت مفتوحة أو مضمومة وقبلها واو ساكنة وضوءه. مرت معنا على فكرة هذه القاعدة. الآن تكتب الهمزة على السطر إذا لزم من كتابتها على واو اجتماع ثلاث واو. الآن موؤودة. الأصل إن أكتب موؤو يعني كم واو بده يصير في عندنا؟ ثلاث. فلذلك بحذف واحد. هذا سؤال مهم جدا إنه لماذا مثلا كتبت هذه على السطر. تمام.
لأنها بسبب اجتماع ثلاث واوات. تمام؟ واوات هذا اجتماع جمع جمع للتسهيل بسموه. تمام؟ الله يعطيكم العافية. أي سؤال يا طلاب البيت؟ تمام؟ تمام. يلا يعطيكم العافية.